شركات مساهمة، في إطار شركات مساهمة، اللي ما يعملش القانون ما يلعبش في الكؤوس القارية. سمير الزاهر في الاتحاد المصري، علي الحفصي في الاتحاد التونسي، في الاتحاد الليبي والاتحاد المغربي، يلزم يقروا سريعا وما يخليوناش لاخر لحظة مخسورين ومصدومين ومضغوطين من جماعة بلاتير. الشبيبة مضغوطة من فريق اسمه الاهلي، والاهلي يتعدى فيها خطأ لكن يعطي ادفانتج كوكو جاوبي، كرة ضاعت عطاها افونتاج، الكرة ترجع للشبيبة. التماس والاوت لفريق شبيبة القبائل، ما زالت في التقدم الجزائري، والجمهور يواصل الاهازيج كما تحب بالقبائلي بالعربي. جمهور الشبيبة يغني بكل اللهجات. الخطأ لشبيبة القبائل، فاول على الشريف عبد الفضيل. هذا هو بركات، ما شفناش برشا في المباراة. نقطة وقوة ضاربة، نقطة الانطلاق في جسر النادي الاهلي الهجومي. دخوله في هيرتلانجا بالتعادل، عدم فورمته اليوم اقتل الهجوم، ما لقاش حلول الفريق المصري. تسديده والكره بعيده، ترجع كره بعيده، كره من شريف الكرامي. 10 دقائق في الشوط الثاني. هذا محمد طلعت، لاعب منتخب مصر للشباب في كاس العالم 2009 اللي كسبها البيبي بلاك ستارز فريق الغاني. ترجع الكرة، النادي الاهلي مواصل في سيطرته الميدانية لكن للأمانة بدون فرص. دفاع الجزائري وقف مليح، يدافع مليح فريق القبائل. ترجع الكرة لبطل وممثل الجزائر بالراس مرة أولى، ترجع كنترول للاوت والتماس النادي الاهلي. 12 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 1-0. ترجع كرة في النصف، عبد الفضيل يطلع شريف، يخرج له شيف فتحي، يوزع احمد فتحي، خطيرة جدا، يدور يضرب ممتازة. احلى كرة مصرية بالمباراة. اول فرصة في الشوط الثاني، من غيرك مين غيرك ممكن يعملها؟ الحقيقة الكرة هذه والدورة هذه واللفة هذه عملها عماد متعب، لكن لم تكن نفس الضربة يا بوتريكا. مباراة الاتحاد الليبي، الهدف الثاني اللي سجله العمدة، شيء كبير تتذكروه تتفكروه، عمركم ما تنسوه، هدف عالمي. يعني في لحظات في أسياب العشر بالمياه، الكنترول والدورة والضربة. بوتريكا كان ثقيل في الحركة في هذه الكرة، وكل كرة وظروفها، وكل كرة ومن يسددها ويضربها، والكرة تمشي. كرة الميدان عاشور، بوتريكا لغالي، حسام غالي الكابتن يلعب الكرة، السيد معوض يدخل، السيد كرة خطيرة، النادي الأهلي يضغط أكثر الآن. مباراة تزداد صعوبة على الكناري. عاشور يعطي كرة ممتازة، يخرج بها تسديد، الترجة من الدفاع ما فيش فاول، الحكام يقول الدوغولي جاو بيكوكو. انطلاق كونتر، وين المرتدة؟ وين طريقك؟ فين؟ ترجع من الدفاع الأهلاوي، يمشي ممتازة. اللاعب الثاني مش متسلل ويربح ركنية. محمد طلعت كان في موقع سليم جدا. كرة خطيرة للنادي الأهلي. الفريق الأهلاوي حصل ركنية ضربة زاوية. تمشي كرة على يمين الحارس مراد بيرفان. كرة خطيرة برشا، خطيرة برشا، خطيرة برشا. على القائم الثاني، ترجى من وائل جمعة في حالة الهجوم ولكن أوت. وائل جمعة 77 مباراة في كأس أفريقيا الأندية، سجل 3 أهداف. كارت أصفر على وائل. مشكل كبير الكروت، في غيابات مؤكدة في اللقاء الثاني في استاد القاهرة. زفرها
خطأ للمدافع الشرس المقاتل بالكالين. تمشي كرة طويلة في وسط ملعب ناسيمو صالح، يرجع بالكرة، بريسينج ضغط للفريق المصري. طريقة اللعب اللي لعب بها الشبيبة في الشوط الأول الآن تقلبت وتعكست في اتجاه الأحمر. الأهلي يضغط القدام، يعمل بريسينج عالي على فريق الشبيبة، لكن للأمانة نوضح الكرة مش توصل المهاجمين. النادي الأهلي وسط ميدانه غير قادر على إيذاء بين ظفرين كرويا الدفاع الجزائري. بعيدة، لكن المجهود يذكر، لذلك يصفق عليك وتشكر يا محمد يا أمين يا عودية. وائل جمعة، وائل عبد الفضيل في الوسط لشريف، ترجع الكرة في وسط الدفاع. عاشور، جمعة، شريف، عبد الفضيل، يجي عاشور، حسام عاشور، يطلع كرة طلعت، يلعب الوان تو، تطول منه تضيع، يتفادى ضربة مرمى لكن لا يتفادى التماس. شريف عبد الفضيل لاعب سابق أيضا في النادي الإسماعيلي، يدخل الآن الخبرة والمخضرم. 173 سيليكشن مع منتخب الساجدين. 17 أحمد حسن بديل بوتريكا. محلاها من لقطة، ما أبهاها من لقطة، هي أزين لقطة، لقطة المباراة. قلت بوتريكا ناس تحبه برشا في كل مكان. أسمع الجمهور الشبيبة، بوتريكا بوتريكا. حقيقة مباراة اليوم مباراة الروح الرياضية رغم قيمة الرهان. رهان صعب جدا، الشبيبة تقرب من دوري الأربعة والأهلي يقرب باش يدخل في معركة مع الإسماعيلي المركز الثاني. مش سهلة الأمور، وكلاسيك وديربي واللي تحب، ومصر والجزائر وكيما تحب، ولكن رغم ذلك برافو الفريقين، فريقين كبار. ترجع الكرة جزائرية، أي هدوء لديك يا شبيبة، أي خبرة لك يا شباب الشبيبة، جيل جديد، فريق شبان، لكن كانوا يلعب عنده 20 سنة في الكرة. الشبيبة رجعت بالفعل، هذا هو العنوان، قطع النظر عن نتيجة اليوم، بقطع النظر عن مسار الشامبيونز، لكن الكناري رجع. الفريق اللي سيطر في الثمانينات تراجع لعدة ظروف في فترة التسعينات، رجع في إطلالة قصيرة في بداية الألفية، ثم غاب سنوات ثم يعود من جديد. فالكبير يمرض ولا يموت، يتعب، يصاب بزكام ولكن لا يموت. فما كبارات عندما تصاب الأندية الكبرى بالزكام تصاب كورتهم بالإنفلونزا القادمة. فما أندية هي الأعمدة، إذا الأندية في هذه البلدان قوية المنتخب قوي، والعكس صحيح، والتسديدة غير صحيحة، أوت. بالنسبة للجزائر لازم يرجع وهران، لازم ترجع حسين داي، لازم يرجع بالكور بالوزداد، يلزم يواصل الشبيبة والوفاق، ويلزم نتواصل مع الشناوة المولدية. مصر عندهم ثلاثة هما بخير، كورتهم في خير، أهلي الزمالك إسماعيل، المغرب الرجال وداد والفار العسكر وملوك العسكر الجيش. في تونس عندك أربع كبارات لازم يكونوا في التوب باش المنتخب يكون ممتاز. عرفتوهم طبعا الأربعة من خلال المشاركات الإفريقية والنجاحات الدولية، ولو على فترات. إفريقيا الترجي من العاصمة، سوسة من النجم، وصفاقس من النادر الاسماعيلي. قدم مباراة ذكية برشا الشبيبة، حسب متابعتي للفريق العام الماضي وحسب
بدايات مباريات بالمصر. الشبيبة ربح راجل اسمه ألين كيجل المدرب السويسري، يظهر لي عنده ما يقول. تحس ستايل اللعب بتاع الفريق تطور برشا، أعطاه ثقة للفريق رغم أنه الفريق شاب، لكن كما قلت تحس كانوا عنده سنوات يلعب. التسديدة ممتازة، وشريف الكرامي موجود. تمشي كرة طويلة، وصلنا 20 دقيقة في الشوط الثاني، مازالت 1-0. مباراة الاندفاع البدني، مباراة قوة الرجال، مباراة تحقق الأساسات هنا في ستاد نوفمبر في دازي ويسو. بركات وشريف عبد الفضيل يربح خطاه النادي الاهلي، والجمعه يناقش كوكو جاوبي. بركات يتحدث مع الدفاع الجزائري. إكرامي يدرك صعوبة المباراة لملايين تدعو وتنتظر هناك، ولآلاف في الملعب حناجرها الآن في قمة العطاء. جيسكا جيسكا، كرة للأهلي، أمل للأهلي، الملايين تنتظر. يقولون عنه أنه فريق الخمسين والستين مليون، الزملكاوية ناكرين ويقولون المبلغ مبالغ فيه، عفوا العدد مبالغ فيه. على كل حال الكونتر المرتدة كلمة السر، يمشي ناسيمو صالح، ممتازة جدا، والكرة الثانية تضيع. على كرة للقبائل، كرة للجيسكا، كان ممكن الهدف الثاني. وصالح مدروسة، ولا واحد قدم له، يلقى الوقت، يلقى الكروس، والجمعة يخلص الفريق الهلاوي من هدف اسمه الضربة القاضية.